ليه حط الضوء على فهمني علاقتك مع دينا مثلا؟ ثواني يعني ما هي هايدي كانت قريبه من علي، طب يفهمونا علاقه هايدي مع علي. لا لا مش هيك. ثواني فهمنا علاقته مع حنان. حياتي انت اوكي مروان مش بحب احط انا السهم على حد معين. انا معك اوكي. انا معك كل واحد بقى. انت حبيبه قلبي، انت حبيبه قلبي، وعلاقه هايدي كانت مع مروان، انت حبيبه قلبي، وعلاقه هايدي كانت مع علي، انت حبيبه قلبي. ما حدا ما بيأثر. ليه؟ وين المشكله؟ انا مش ايه مش مزعوجه بس وين المشكله؟ اي سؤال ما بيأثر. وين سؤال يعني هيدا الموضوع يعني اوكي ما يقولش انه هو اللي بيسال السؤال ده. يا حياه فيكي بلا وقف هبل شوي صغيره. اوكي شو بتسمي علاقتك انت ودينا؟ هل هو اعجاب بدايه شو عم تعمل؟ عم بحكي معه. لا انا بس هيك اجى القلم. اجى القلم هيك قول انا ومروان. يلا شو بتسمي لك؟ اترك الوقت. شو يعني اترك الوقت يحكم؟ ايوه كده. ما عرفت شو صار مع عباس. وقتها اجت عليه اساله سؤال، فكرت انا ما لقيت شيء براسي. هلا قام اجى عليه هو بده يسالني. قال لي شو كان سؤالك؟ كان بدك تسالني اياه. ايش السؤال اللي كنت عايز تساله لي ما رضيتش؟ ما كان في سؤال، ما فكرت بشيء. نفوت بخبريت حلفين هلا و لا يعني انا اقول لك على حاجه قدام الناس اللي قاعده دي. ما تستخفش بذكائي، انا سالتك السؤال ده وانا عمري ما هطلع كلمه من بقي الا ما اكون صح. طيب ايه السؤال اللي انت كنت عايز تسالهوني وما رضيتش؟ وحياتي لو قلت لا خلاص. اوكي لا 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 ما كانش فيه. لا لا ما كانش فيه. بس مش هيك مش هيك حديث بينحق. لا لا مش هيك مش أنا هيك أنا يعني مش هيك كلمه بتنكب. وخلي دقيقه. وحياه اهلي وخيي واختي واختي وامي وبيي ما كان في شيء براسي ولا شيء. اوكي بس معلش يعني مع احترامي كل اللي انت قلته ده مش مصدقك. ماشي كل شيء بعمله بينقلب عكسه كليا. يعني انا كل شيء بعمله بينقلب عكسه، ببين عكسه على طول. ما بعرف العالم كيف تفهمني باي طريقه. يعني ما بعرف انا شو في براسه. حبيبي انت تفهم نفسك فاهم حالي بك يا دينا؟ فاهم حالي لحياتك؟ ثواني يا مروان ثواني. انت بتفهم نفسك؟ ولا مره بتاريخ الاكاديمي من شهرين لهلا، شهرين ونص لهلا، ولا مره احتكينا بموضوع. يعني ولا مره عرفت وصلنا لهالموضوع. يمكن هو توقع ان انت كان عندك سؤال، وهو ممكن يكون متوقع جواه كده. اوكي هو ما يعني انت روح لوم عليه ان انت اتضايقت من طريقه كلامه احسن، لان انتوا يعني لو لومت عليه هتعرفه معزته في قلبك. ايه لا ما بتعرف اذا هلا حكيته بده. لا لا يعني اذا هلا حكيته بصير بده فيه هيحس ان في سؤال حديث. ايه انه لا 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 خلاص يعني شويه كده يعني اساله كمان شويه او اقول لك انا حاجه تعمل معاه عادي يعني اكنك مش زعلان. لا 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 ما اكيد محمد حياه الله والله. لا مش ايه ما بحط. انا عارفه محمد على ايه يعني. ما بحطش يعني انا عارفه محمد على ايه وعارفه مروان على ايه. بس ليش يعني ليش بهالطريقه؟